أهلا فاطمة، كيف حالك؟ أهلا أهلا، ميرسي لاستضافتي. مرحبا أهلا بك، شيماء، فرحانة جدا أنك معنا اليوم وتشاركينا في سلسلة علاش باحث أو لماذا أنت باحثة في مجالك. فاطمة، لو ممكن نبدأ تعرفينا بنفسك للمتفرجين والمتفرجات. أنا فاطمة العيساوي، باحثة بمجال الإعلام ومعيدة بجامعة أسكس ببريطانيا، بعلم جورناليزم بالجامعة. رائع جدا. فاطمة، احنا اليوم للمتفرجين والمتفرجات نحب يعني نوضح لهم اكثر البحث كآلية وقوة هذه الآلية في تغيير العالم اللي احنا نعيش فيه. نبدأ بسؤال ممكن اي حد يطرحه، اللي هو لماذا البحث؟ لماذا البحث هي الآلية اللي انت لجأتي ليها في العمل متاعك؟ شوفي شيماء، أنا بالأساس صحفية، يعني قبل ما انتقل لمجال البحث الخالص كنت مراسلة بعدة بلدان بالشرق الأوسط لإعلام انترناسيونال، أجانس فرانس بريس، بعدين بي بي سي وورد سيرفيس، ولا قبل لجرايد لبنانية وعربية. فوقتها صارت طبعا أنا انتقلت للمجال الأكاديمي وبلشت أعمل ريسيرش، بس فكرة الريسيرش الحالي اللي نحن كمان التقينا فيها من خلال هالبحث كان أنه إجت ثورات الربيع العربي، والبحث صار كتير عم يركز على الإعلام الجديد، يعني البوليسي أو البحث فهموا هالثورات وكأنها نتاج للنضال اللي صار على الشبكة الإلكترونية وانتقل للشارع. أنا كصحفية، ما بقول صحفية سابقة لأنه بعتبر بعدني صحفية، كان بهمني أعرف هيدا الإعلام التقليدي اللي هو مؤثر جداً بالرأي العام العربي، حتى وقتها بيكون ناقد له مشاهد، خاصة وقتها نحكي عن التلفزيون ونسبة الاستماع. كان بهمني أعرف كيف، يعني قديش حيتأثر بهالثورات وقديش حيأثر فيها، هل حيكون هو عامل بدعم الانتقال السياسي، الانتقال الديمقراطي، أو بالعكس حيكون داعم للبنى القمعية السابقة اللي استعملت دوماً الإعلام التقليدي كمطية لإرسال رسائل التخويف ورسائل القمع والميس انفورميشن اللي كان دايماً الأنظمة تقوم بها. فهذا كان الانطلاق. ومن هون البحث اللي تمول من عدة مصادر، بالأول كان منحة من سوروس سوسايتي، بعدين ميدل إيست سنتر تبع الـLSE لندن سكول أوف إيكونوميكس، وحالياً بريتش أكاديمي. حاولنا نفهم كيف الصحفيين عم تتغير ممارساتهم المهنية وفهمهم لدورهم وهوياتهم، وقديش هيدا عم يتقاطع مع التغيير السياسي، قديش عم يساعد أو عم يوقف، هل هني عم يلعبوا بس دور صحفيين أو دور لاعبين ناشطين سياسيين موجهين لرأي العام. والحقيقة أنه يعني معظم البحث ونتائجه طبعا بعده مستمر، نعمل كتير publication سواء بالمجال الأكاديمي أو بالمجال البوليسي أو حتى بالصحف. معظم النتائج أظهرت أنه يعني الهويات الصحفية هي أكثر، الممارسات الصحفية أكثر تتحكم فيها الهويات أكثر ما هي القوالب المهنية الثابتة، وخاصة القوالب اللي هي عم تجي من الممارسة الصحفية الغربية اللي هي نحن متأثرين فيها يعني بشكل أو بآخر، بس لا تزال الممارسات الصحفيين العرب هجينة، بمعنى هي تأخذ فيتشرز عوامل من الموديل الغربي، ولكن أيضا لا تزال هنالك كتير عوامل من أنظمة مختلفة بما فيها النظام القديم، الممارسات السابقة اللي لا تزال مستمرة بممارسات الصحفيين. هذا في قلب اللي قاعد يصير في البلدان العالم العربي، واحنا اللي يتابعونا نتمنى يكون يثير اهتمام هذا في كل بلد حتى لو مش بالضرورة بشكل مباشر. خليني نرجع بيك شوية فاطمة، نوع المعلومات اللي تتعاملي معها في البحث بتاعك شو شكلها؟ يعني الوصول إلى الاستنتاجات هذه أو لتحليل هذه المعلومات، تتحدثي مع صحفيين وصحفيات فقط أو ما الشكل العام؟ يعني شو المواد الأولية أو الأساسية للبحث بتاعك والمعلومات اللي تتعاملي معها؟ البحث اللي بعمله هو بحث ميداني، يعني كواليتاتيف، بيعتمد على
مقاربة نوعية تعتمد على إجراء مقابلات بسمية سمي ستراكتشر، يعني تقود أسئلة محددة ولكن أسئلة كمان مفتوحة تتيح المجال للشخص اللي عم نتحاور معه أنه كمان يعبر عن أشياء يبني على الأسئلة اللي عم يسألوا إياها. طبعاً يقوم على اختيار عينات، هذه العينات لازم تكون إلى حد قد ما فينا بقدر الإمكان تكون متوازنة، بمعنى أنه تعبر عن الفاعلين الإعلاميين بمختلف تنوعهم من ناحية الجندر والعمر، المركز، نوع الوسيلة، وكمان فهمنا الإعلام بالمعنى الواسع لإله. صحيح نحن عم نحكي عن الإعلام التقليدي، إنما أيضاً عم نبحث عن كيف هيدا الإعلام التقليدي عم يستعمل الإعلام الجديد، عم ينتقل للconverged newsrooms محل ما الإعلاميين ينشوا عبر منصات مختلفة، وكمان اطلعنا للنيوز الويب سايتس اللي هن انتقلوا من كونهم activists لمناضلين لصاروا مهنيين، بس ما زال عندهم نبرة نضالية، يعني لا زال عندهم موقف حقوقي مش بالضرورة سياسي. نعم. وهي كمان ممارساتهم هي هشينة، بمعنى أنه نوع جزء منها أكتيفيزم جزء منها صحافي، ففهمنا الإعلام بشكل واسع. هيدا طبعا نحن من بعد ما نجمع هيدا الداتا بنعملها كودي، يعني نشوف شو هي التوبكس السيمز الموضوعات المشتركة أو اللي هي طاغية منها، و طبعاً بنقارنها بحالات تانية، بنقارنها شو في أبحاث صارت بأماكن تانية بالعالم، لأنه نحن مش حالة خاصة، يعني طبعاً في خصوصية في البلد وبالعالم العربي، ولكننا لسنا تجربة خاصة. في كتير أبحاث مماثلة صارت بإفريقيا، بأوروبا الشرقية بعد الانتقال، ساوث أمريكا، في بحثين كتير اشتغلوا على نفس الموضوع، وفي كتير أشياء مشتركة بين الأشياء اللي وجدناها والأشياء اللي هن لقوها. ومن هون بعدين بننطلق للنشر اللي هو طبعا في النشر الأكاديمي اللي هو بيتبع مقاربات كتير جدية، وهذا اللي خليني طبعاً اتجه لهالنوع من النشر. طبعاً في النشر البوليسي اللي هو طبعاً جدي، ولكن ممكن بهمه أكتر يمكن تطبيقي أكتر، تطبيقي أكتر، واثنيناتهم مهمين. يعني هلأ نحن صرنا بمرحلة ما عاد نفكر أنه بس بدنا ننتج للبحثين يقرونا، نحن بدنا أكبر عدد ممكن من الناس يقرونا، ولكن أيضاً هلأ صرنا بنفكر أنه هول لازم يكونوا شركاء، يعني نشتغل على الأساس أنه المجتمع المدني، الصحفيين، المجتمع البحث تبعنا هو يكون شريك بالبحث مش بس متلقي للبحث، وهذا شيء كتير مهم. ومن هون أنت بتعرفي شيماء أنه اشتغلت معك، يعني تقابلنا، أجريت معك مقابلة، بعدين اشتغلت معك بعدة مشاريع، عنا Article 19 مينا بيس بتونس، هني كمان شركائنا وشركاء آخرين، يعني هني شركاء بمعنى أنه هني بيشاركوا بالبحث سواء بتنظيم الفعاليات أو بالكتابة ببعض الأحيان، بالمراجعة، بالنشر، بالإيفنتس للترويج لنشر المعلومات كمان. وهذا أيضا فاطمة هو يندرج في هذا الإيمان أنه لازم يكون في فاعلين وفاعلات مختلفين اللي هم يحملوا البحث كقاعدة للتغيير عشان يكون مبني على أسس يعني علمية وواضحة. لو في حاجة في مجال الإعلام، يعني من الاستنتاجات اللي وصلتي لها لبحثك إلى حد الآن اللي تتمنى أنه يكون عندها تواجد واضح في الحديث عن الإعلام خاصة من ناحية السياسات العامة، يعني أكيد في تونس وفي العالم العربي دائما في جدل عظيم على القانون، كيف ينظم هذا القطاع، ما معنى هذا القطاع، هل يشمل الإعلام البديل ولا لا، أين هي الحدود، أين هي يعني وين نرسم هذه الحدود. من الاستنتاجات اللي تتمني تكون واضحة جدا في نقاشنا حول الإعلام في المجال العام شنو هي؟ وهذه ممكن نختم بها. نعم، هحاول أكثر شيء أحكي بما يتعلق بتونس، لأنه أنت هلأ تونس شكلت جزء كتير كبير من البحث. بما ينطبق على تونس وغير تونس، البرامج تبعيت الميديا ديفلوبمنت ايجنسيز قديش هي إلى أي حد هي متوافقة مع الحاجات المحلية؟ هيدا سؤال كتير كبير. هن كتير معنيين بالإمباكت ومعنيين بالتغيير، أو فعلا هن جديين بهالإطار، ولكن هل هنالك آليات لتقييم
هل امباكت موجودة عندهم واضحة؟ هل برامجهم عم تتبع نوع من الفاشن، نوع من الموضة، أو هي عم تنبع من الحاجات المحلية للصحفيين والصحفيات؟ هل عم يتم نقاشة مع الفاعلين المحليين وبرمجتها، أو عم تجي يتم تطبيقها من الخارج وإدخال بعض التفاصيل أو التغييرات الصغيرة؟ قديش عم تقود لتقوية ودعم الصحافة، يعني journalist empowerment، بمعنى مش بس الشغل على المؤسسات، الشغل على حقوق الصحافة، على قديش وقت أنت عم تدربي صحافة، قديش وقت يرجع على المؤسسة تبعيته عم يعمل فعلاً عم يقدر يطبق الأشياء اللي ولا عم يحطها بالغزاء؟ يعني في نوع من عدم الانسجام بين هيدي البرامج وبين الحاجات المحلية، وهذا بيفسر إنه التغيير الفعلي اللي عم تحمله عم يكون ضعيف لحد هلا. ما عم يصير في طبعا في وعي مختلف صار عند الصحفيين لأمور، وفي هون كمان ايضا تدريب على مهارات منا موجودة بالجامعات، مثلا بما يتعلق بالإعلام الجديد، ميس انفورميشن، اونلاين ابيوز، فيك نيوز، كل هيدي امور يمكن اكيد المناهج الدراسية ما قادرت توصل لها، والتدريب هون عم فيها، وهيدي شغلة منيحة. الشغلة الثانية انه بخصوص تونس بشكل خاص، في علاقة عضوية بين الإعلام والسياسة. الإعلام التونسي ما تجاوز التبعية بعد، يعني رغم صار عنده حقوق مكتوبة على الورق أكثر ما هي يمكن معيشة، بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب ضعف المؤسسات، ضعف الوضع المؤسساتي للصحافة، يعني ممكن يتم الاستغناء عنه بسهولة، الراتب ضعيف، يعني وضعه المهني منه هش كتير، ولكن هذا الاستخدام السياسي للإعلام سواء مباشر أو غير مباشر هو استخدام كمان زبائني، لأنه الإديتوريال لاين تبعية المؤسسات عم تتغير بحسب مصالحها، بحسب مصالح البزنس أونر، مين يعني ما في خط سياسي أو إديتوريال واضح، اللي هو مش غلط، يعني مش مفروض نحن كمان نسعى لنموذج. أنا بالنسبة لي بحسب نتائج البحث مش مفروض نسعى للنموذج النوترل، لأنه الإعلام مش ممكن يكون ناتر، بمعنى ممكن يكون منصف، ولازم يكون منصف، يعني كيف عم يصور الطرف الخصم السياسي ده، الخصم ما يتحول للشيطان، ما يصير في شيطان موضوعية، يعني مش حياد بالضرورة، مش الحياد، ولكن عندما ولكن وقتها نحكي عن هالموضوع قديش فينا هيدا الاستخدام السياسي الانتهازي للإعلام ما عم يحول الإعلام لمجرد مساحة للأجندات تبع السياسية عم تخدها وتجيبها من جهة لجهة، وعم يدخل فيها السنساسيونال، عم يدخل فيها الكليكس، عم يدخل فيها الإعلانات، عم تدخل فيها يعني البزنس موديل كمان عم يشجع هذا النوع من الإعلام، لأنه التوك شوز الحامية اللي فيها يعني التبادل حامي للآراء، وعم تجذب كمان عم تجذب المعلنين، وشهية عم تجذب كمان شهية المشاهد والممول تبع الإعلام، يعني هل المالك عم يمتلك هالوسيلة لأنه عم تجيب له ربح، ولا عم تجيب له مجال سلطة سياسية عم تخليه يقدر عم تخليه يحصل على مكاسب بمجال سياسي أو بمجال اقتصادي آخر؟ وهيدي منا يعني هيدي منا حالة خاصة بتونس، هيدي حالة موجودة من مختلف البلدان، وموجودة خاصة بالحالات الانتقال الديمقراطي، البلدان اللي صار فيها انتقال ديمقراطي وبعد يعني بعد الأمور بحالة هشي ما استتبت مظبوط. هون فكرة أخيرة بدي أضيفها، إنه كيف فينا نحن نفهم هيدي الهويات المهنية بدي سويها، يعني الصحافة، الميل عند الصحافة لأنه تأكيد هويته ووجود partisanship، ووجود البايس الموجود بالتغطية الإعلامية كجزء من الهوية الوطنية أو السياسية أو الفردية، باعتباره هو مش بس ريبورتر أو صحافي، هو كمان مواطن.
بالضبط. عم يعيش هيدي الصراعات السياسية الحامية اللي هي مرافقة للانتقال السياسي. كيف بدنا نوفق بين هيدي الهويات وبين ضرورة الإنصاف، ضرورة إنه المهنية، أو أول شيء إنه ما نستعمل الإعلام ما يصير مطية للرومرز، للترويج، للميس إنفورميشن، ولشيطنة الآخر. يعني إذا في حيز للإنصاف مع تصوير الآخر، هيدا سؤال كتير أساسي. ومن هون بس بدي أرجع على شغلة، إنه طالما وضع الصحافة على الصعيد الفردي وهالقد هش، ما فينا يعني كتير غير واقعي إنه نتصور إنه حيصير في عنا إعلام مستقل طالما هيدي المؤسسات هي هشي، الحقوق الصحفيين منا مضمونة، وضعهم المالي، التدريب، الأفاق المهنية كلها هيدي ضعيفة. كله هيدا عم ينعكس على الأداء المهني، لأنه هلأ هو الصحافي عم يكون الحلقة الأضعف. نعم. هيدا عم كمان يزيد التبعية السياسية، لأنه الصحافي بيعتبر يمكن أنه هو وضعه مستتب أكتر إذا كان قريب من هيدا الجهة السياسية أو من هالجهة السياسية اللي هي بتمول أو اللي هي إلى تأثير على المجال. وهناك فرق كبير كمان بالإمكانات المادية بين الرواتب بين مقدم البرامج لنقول، أو عرفت اللي هو يعني مش بالضرورة يكون صحفي، هو أنكر، أو وبين الصحافة العادي اللي هو مفترض يكون الأساس يرتكز عليه العمل. هو بيرتكز عليه العمل. من هون بدنا نرجع على النيوز روم، شو حقوق الصحافة، التدريب، الوسائل المتاحة له. يعني أنا فتت على نيوز رومز بتونس، والصحفيين بياخذوا الأخبار من فيسبوك، بيشوفوا شو طلع الزعيم أو المركز التالي أو من فيسبوك. هلأ ما في آليات لتحصيل الأخبار غير الوكالة الوطنية اللي هي مصدر وحيد. مفترض يكون في بروسيس، في تدريب، في تقصي إخباري، في عمليات إنه يعني في أشياء هنالك بناء داخلي بالمؤسسات بعد ما تم، وهذا بحد ذاته كتير خطير. والبرامج الخارجية أنا برأيي يعني حسب النتائج البحثية ما ساهمت إلى حد كبير بهذا بناء المؤسسات. شكراً فاطمة، أعتقد أنك حطيتي أصبعك على العديد من الجروح اللي متأكدة لو في صحفيين وصحفيات يسمعونا، لأنك جيتي بخبرتك كشخص موجود في الإعلام وامتدت هذه الخبرة إلى مجال البحث. أنا نشكرك جداً على 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 الكرم في مشاركتنا اليوم، وأتمنى تكون هذه أول محطة لنا في الاطلاع اللي يتابعونا على البحث متاعك. أكيد رح نضع على ذمة المتفرجين والمتفرجات وين الروابط اللي ممكن يلقوا فيها نتائج البحوث متاعك. نشكرك مرة أخرى كثيراً، وإن شاء الله نشوفوك في تونس على قريب. شكراً شيماء، يعني كمان شغلك كتير مهم بالمجتمع المدني وبالإعلام ببر الأمان، نموذج يعني عن الشباب التونسي يعني الواعي والنشيط يعني المندمج ببيئته، فgood luck بكل شيء عم تقومي فيه. شكراً كتير. شكراً.